كل عام وانتو بألف خير. طلعنا من جو العيد والطلعات المشاوير زيارات العيلة، لكن خلينا نسلط الضوء على البيت من جوا. كتير مرات منلاقي انه البيت في نكد، في طواش، في خناقات، في جو مشحون بين افراد العيلة. هذا الاشي بيكون جوا البيت. مرات كتير منكون متضايقين من هذا الوضع ونفسنا انه يتغير، لكن تعرفوا انه التغيير بيبدأ من جواتنا، من جوا كل واحد. لو انا امشي بدوري بهاي العيلة، يعني مثلا لو انت كنت ابن او كنت ابنة، لو كنتوا اخوان مع بعض، لو كنتوا حتى الام والاب، كيف ممكن نغير من جو العيلة؟ بإمكاننا نعمل أجواء مع بعض، يعني نخصص يوم في الأسبوع مثلا هذا يكون يوم عائلي، ونحدد ونحطه على الكالندر مثلا للشهر إنه في هذا اليوم في عنا اجتماع عائلي، في هذا اليوم في عنا بدنا نناقش أفكار مختلفة، بدنا نناقش كتب قرأناها، بدنا نناقش شغلات صارت معانا، أي مواضيع بتضايقنا من بعض نحكيها لحتى نفرغ، لحتى نعبر عن مشاعرنا مثل ما حكينا بالفيديو السابق، وكمان لحتى نقدر نشوف شو الأشياء اللي إحنا محتاجينها. وكمان لو إحنا عملنا في هذا الاجتماع ميزانية للعيلة خلال الأسبوع، أو يكون اجتماع شهري للميزانية، هون إحنا بنكون متفقين مع بعض إنه إحنا في عنا المصاريف 1 2 3، حتى لو كانوا أطفال نيجي بنحكي معاهم على عمرهم، على الإشي اللي بيقدروا يستوعبوه. نقدر نحكي في الأشياء إنه مثلاً انت الك هذا المبلغ خلال هذا الشهر تقدر تصرفه على الاشياء اللي بدك اياها، ما الك اكثر من هذا المبلغ. فهون لما كل واحد يعرف شو اللي اله وشو اللي عليه، لما تتقسم المهام بين بعض بخف الضغط شوي عن افراد العيلة. حلو كمان نعمل اجواء عائلية، نعمل سهرات عائلية. هاي السهرات يكون فيها اكتيفيتي نعمله، مش شرط كل الاشياء تكون برا، ممكن اشياء في البيت، العاب ممكن نلعبها مع بعض، اشياء ممكن نسويها. انا حافظة نكت كتير مثلا احكيها لاهلي، اغير لهم جو، نضحك، نفرفش مع بعض، نحاول احنا نكون سبب في التأثير الإيجابي على العيلة، نكون إحنا الأشخاص اللي نلطف الجو في العيلة. أكيد كل عيلة فيها مشاكل، هاي المشاكل بتأثر على الكل وبتأثر على كل فرد من الصغير للكبير، فإحنا نحاول قد ما نقدر إنه نلطف الجو، نعمل أجواء ونغير في مود العيلة. خلينا احنا نكون البهجة في العيلة، سواء كنت بنت او كنت ولد، كلياتنا بنقدر نأثر وكلياتنا بنقدر نغير، كلياتنا بنقدر لو بشغلة بسيطة نخصص وقت للعيلة، حتى لو كنت اب او كنت ام ومشغولين دائما، لو نخصص وقت للعيلة يكون بس هذا للعيلة. خلي دائما ضمن تلاهي الحياة والسوشيال ميديا والأشياء هاي اللي بتلهينا عن بعض، خلينا نخصص وقت ما في موبايلات، ما في أي مؤثرات خارجية ولا حتى تلفزيون، نحاول إنه نقعد مع بعض نتناقش، خلينا نعمل حوار، خلي الحوار هو الأساس في العائلات. وتذكروا إنه دايما العيلة الأسرة هي الأساس، لو كانت أسرتنا سعيدة راح تأثر على المحيط، وبرضو راح تأثر علينا نفسنا كأشخاص. لما أنا أكون أروح على البيت عند أسرتي مرتاحة ومبسوطة، فأنا راح أصير متشوقة أني أروح على البيت، مش بس بدي أضلني طالعة برا ومش جعبالي أروح على البيت والبيت جو نكد وقرف. فنحاول قد ما نقدر أنه نكون إحنا السبب في التغيير، سبب في الشغلات الحلوة، لحتى بس نكبر، بس نطلع من البيت يضل هذا الأثر موجود، يضلوا يتذكروا والله بنتنا لما كانت تعمل لنا أجواء، كانت تعمل لنا أشياء مختلفة، يتذكروا الشغلات الحلوة، مش بنتنا أو ابننا دائما كانوا منكدين علينا ما صدقنا ويطلعوا من عنا. لاقوني كل ثلاثة في ومضة إفادة، معي أنا أفنان حمادة. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل فيديو جديد. يعطيكم العافية.